السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وحبيبي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من نهاية سورة الأعراف وبداية سورة الأنفال. والحقيقة الآيات تقرر قواعد ربانية وأحكام شرعية تحتاج منا لوقفات وتحتاج منا لتفصيل. فالآيات بدأت بقوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما إن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذه الآيات ظن البعض أنها متعلقة بآدم، فالخلق بدأ بآدم، لكن الجعل متأخر عن آدم. فرب العباد لما تحدثنا عن آدم قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، ولم يقل جعل منها زوجها، قال خلق منها زوجها. فبدء الخلق كان خلقا، وتناسل الخلق جعلا. فالذي وقع فيه الشرك ذرية آدم وليس آدم. الشرك وقع مع الذرية ولم يقع مع آدم. آدم نبي وحاشاه أن يشرك، لذا لما قال عن آدم قال: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أما قوله خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، ثم تفيد العطف مع التراخي، يعني ليس الأمر مع البداية، لكن جاء هذا الجعل في ذرية آدم. فالذي وقع منه الشرك حين طلب الولد وأعطاه الله الولد فجعله شريكا لله في حياته وفي محبوباته، هذا الأمر وقع متأخر وليس مع آدم، وإلا فآدم نزه عن هذا. بس عشان نفرق بين الجعل وبين الخلق، وبين آدم وبين ذرية آدم، وبين وقوع الشرك إذا نسب لآدم وفي الحقيقة أنه ليس لآدم. أحببت أن ألمح على هذه الآيات حتى تكون الصورة واضحة. ثم يقرر تعالى حقيقة فيقول: أشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه قاعدة، كل ما عبد من دون الله مخلوق، ولا فيهم أحد خالق، لا خالق إلا الله يقينا. ورب العباد يدفع شبهات أهل الإلحاد بهذه القاعدة: أي مخلوق ألحد به مع الله أو أشرك به مع الله يقينا هو مخلوق، فكيف نجعل من المخلوق خالق؟ وكيف نعطي المخلوق صفات الخالق فنؤلهه ونقدسه ونعظمه ونوحد ونقدمه على الله عز وجل؟ هذه كارثة. لذا يقول تعالى عن هذه القاعدة في عدة مواضع: أفمن يخلق كمن لا يخلق، ويقول: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالخلق كله لله ولا خالق إلا الله، فإذا لم يستحق الخالق العبادة فمن؟
المخلوق، هذه كارثة، وكارثة كبيرة جدا، وأوقعت الناس في ضلال مبين. فجل من ضل جهل هذه القاعدة، أيخلقون يعني كيف نشرك بالله ما هو مخلوق لا يملك لنفسه ضرا ولا رشد، فكيف يعبد؟ كيف يعبد ما لا يدفع عن نفسه، فكيف يدفع عن غيره؟ لكن الناس بالأوهام أعطوه صفات رب الأنام، فقال له البقر، قال له الشجر، قال له القمر، قال له الشمس، وأعطوه صفة الرب، نسبوا لبعضها أن ده إله الخير الذي يأتي من الخير، فجعلوا الخير الذي لا يأتي إلا من الله جعلوه لهؤلاء، وإله آخر إله الشر لا يأتي منه إلا الشر، فكارثة. وبعضهم جعل إله القمر وإله الشمس، إله النهار وإله الليل، إله الظلمة وإله النور، كل هذه الحقيقة ترهات عاشت فيها البشرية وما زالت. المتدبر الآن في أهل الأرض هنجد 500 مليون بني آدم للآن يعبدون موسى صنم حجر، نصف مليار بني آدم، ومثلهم عباد البقر، 500 مليون يعبد البقر، والبقر بالنسبة لهم إلههم. بل يحضرني موقف، لعلكم شباب أغلبكم الحمد لله، فموقف حدث أيام ما غاندي تولى الحكم في الهند، وبعد انتصاره العظيم الذي تحدث عنه على الاستعمار الغربي، خرج في الأمم المتحدة ليحدث الناس، والناس جالسة تنتظر من غاندي هذا، يسمع عنه ويسمع منه، خرج ليحدث الناس في الأمم المتحدة، فبدأ حديثه بهذا المعنى العجيب، قال: أنا جئت اليوم لأعلم البشرية أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي، أن البقرة إلهي أحب إلي من أمي، فأمي أرضعتني عامين وطلبت مني العطاء العمر كله، أما البقرة إلهي فأعطتني كل ما عندها من لبنها وروسها وأصفارها وشعرها، ها، ولم تطلب مني شيء البتة غير أن أطلق سراحها لترعى وحدها، فهي أحب إلي من أمي. الله يرحمه أحد علمائنا رحمة الله واسعة، بنقول له مولانا ما رأيك في خطاب غاندي؟ قال: يا ابني إن البقرة تشابه علينا. عجب، تخيل أن هذا معتقد ملايين البشر، ملايين البشر، رغم تقدمهم العلمي، صنعوا القنبلة الذرية، وصلوا على حد زمن القمر، وما زال يعبدوا البقر، شيء عجيب. وأمثالهم كثير، لما جبنا في الأرض رأينا العجب العجاب، يعني في بعض الدول الأفريقية، أنا سبب بنفسي ورأيت بعض الآلهة التي يعبدونها حجارة منتنة، بمعنى منتنة، ويطوفون حولها ويقدسونها ويخشون ضرها ويرجون نفعها، وكلها في النهاية خلق، الشجر أو البقر أو الحجر أو البشر، بوزة وغيره، كل هؤلاء خلق. لذا يقول: أخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فكيف نعبد مخلوق؟ ولا يستطيعون أهل النصر، هل في واحد من هؤلاء يملك النصر لهم؟ أبد. رب العباد قطع القضية وقال: وما النصر إلا من عند الله. ما وإلا في اللغة تفيد الحصر، أي لا يوجد نصر إلا من عند الله، ما لم يأت النصر من عند الله لا يأتي من غيره. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذن سبيل النصر واحد، والنصير واحد ليس بثاني، ليس واحد، والمغيث واحد ليس بثاني،
والمالك للملك واحد ليس بثاني، والمتصرف في الخلق واحد ليس بثاني. لكن الناس كل هذه القواعد المقررة اخترقوها بنسبة التأله لغير الله عز وجل. ولذلك تعجب لما القرآن حدثنا عن هذا يقول قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، يلقي النبي الحج اسألهم إذا كان هو الخالق وغيره لم يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نقارن الخالق بالمخلوق؟ فيه وجه للمقارنة أصلا بين الخالق والمخلوق؟ ها؟ لا وجه مقارن. لذا أقول ولا حتى في الملك، وإن ادعى الناس الملك حاكم أي بلد ولك أنا ملك البلد دي، بلدي وأنا الملك بتاعها، لا، رب العباد يقول قل لمن الأرض ومن فيها، اسأل الكل حتى لو كان ملك على بلد، من يملك الأرض ومن فيها؟ لذا قال قل لمن الأرض ومن فيها، لكن لأن الناس ادعوا هذا قال إن كنتم تعلمون. لو عندكم علم حقيقي فهل هناك مالك للأرض غير الله؟ هنا قال إن كنتم تعلمون لوجود مدعين لهذا، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون. الآية اللي بعدها قال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لم يقل إن كنتم تعلمون. لماذا؟ لأن هذا باب ما ادعاه أحد، مهما على كعب الباغي في الأرض لن يدعي أنه رب العرش، لن يدعى أنه رب السماوات وهو لا يستطيع الوصول إليها أصلا. لذا لم يقل إن كنتم تعلمون، لأن هذا باب البشرية نفسها ما نزعت فيه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. الآية التي بعدها قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجر عليه قال إن كنتم تعلمون. لأن الإنسان يدعي هذا، أنا هنصرك وهغيثك وأعينك، طيب ادعوا، لكن من المغيث على الحقيقة؟ هو الله. من المجير على الحقيقة؟ هو الله يقينا. ها؟ إذا ندرك إذا هنا قال إن كنتم تعلمون لوجود أدعياء حتى نعلم الأبواب التي لا مجال لنزاع الخلق فيها، والأبواب التي نازعت عقول الخلق بجهلها فيها. لما يقول إن كنتم تعلمون يبقى فيه جهالة حملتهم على عكس الحقيقة. هذه قواعد رب العباد قررها في العقيدة حتى نستطيع أن نناقش كل داعي يدعي لغير الله إلوهية أو ربوبية. واضح المعنى؟ فإلى أن قال إن ولي الله الذي نزل الكتابه وتولى الصالحين، وهنا قاعدة أخرى وهو إيه؟ يتولى الصالحين، فيه صالح أخلص لله دينه والله لا يتولاه. وصلت؟ والله يتولى الصالحين. الصحابة والسلف حقيقة كان فهم عالي جدا. هذا عمر بن العزيز رضي الله عنه لما حضرته المنية حصلوا تركته فوجدوها 17 درهم، يعني ب لغتكم هنا 50 دولار، ده تركة أمير المؤمنين 50 دولار كل التركة. أي مع أنه قبل أن يتولى الخلافة كان غني، بل ربي في بيت غنى. سيدنا ابن العزيز أبوه والده كان ولي مصر، وهو ولد في مدينة حلوان قرب القاهرة، وعاش عيشة الترف لدرجة كان له مشية خاصة في شبابه يسموها المشية العمرية، لا يمشيها غيره. ومع هذا الترف بمجرد أن قرأ الوحي وعاش معناه تحول شديد،
حتى ان بعض اهل العلم هذا رجاء بن حيوة يدخل عليه يوما فيجد حال عمر تغير تماما عن شبابه الذي نشأ فيه وعرفه لما كان شاب. فنظر اليه واحدق النظر فقال عمر: يا امام، ما حملك على طول النظر؟ قال: عجب يا امير المؤمنين. قال: وما الذي دعاك هذا عجب؟ قال: تغير حالك، اصفرار وجهك وذهب بهائك بعد كل الذي كنت فيه. قال: إن عجبت اليوم من حالي فبعد 3 ليالي من نزولي إلى قبري ستكون أشد عجبا من حالي. إذا سقطت عيناي على وجنتي وسكن الدود من خلي فمي على صدري وانتفخت بطني ونتن ريحي وفر الخلق من حولي. فهو ده الإنسان، سقطت عيناه بعد 3 ليال من نزول القبر ستكون أشد عجبا من حالي. إذا سقطت عيناي على وجنتي وسكن الدود من خلي وفمي على صدري وانتفخت بطني ونتن ريحي وفر الخلق من حولي. درس عملي. سيدنا عمر بعد الطرف الذي عاش فيه تحول لما قالت إلى الخلافة لإنسان ثاني تماما، خوفه من الله وحرصه على رضاه حول حياته بالكامل، فترك الترف وترك الزينة وصار همه العمل لله ولقائه. حتى إنه لما ولي الخلافة كان أمر عجيب، وده اللي خلاه يستثنى من كل بني أمية، جعلوه خليفة راشد. وإن كان طبعا الحكم في بني أمية ظلم مع الكتاب والمعاصرين بالذات، شوهوا صورة إخواننا بني أمية وخاصة سيدنا معاوية، كان صحابي صحابي ومن كتبة الوحي مع رسول الله، وما عطل لله حد ولا ضيع الله شرعة ولا عطل له جهاد، بل معظم الفتوحات فتحت في عصر، كثير من الفتوحات فتحت في عصر، ندرك هذا المعنى. فمن الظلم أن نتهم هؤلاء وهم سلفنا، وكان معهم كم كبير من الصحابة وكم كبير من العلماء، بل في هذا خلافة سيدنا معاوية كان لسه الصحابة من دثروا، كان عدد كبير موجود وكلهم في النهاية باعوه. فكيف نطعن في دينه وفي أمانته رغم صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وائتمان النبي له على الوحي يكتبه؟ فندرك هذه المعاني، لأن الحقيقة الحقد الأعمى في صدور بعض الناس جعلهم يهضم حقوق بعض عدد من السلف. سيدنا عبد العزيز لما وصى له، اللي وصى لهم بني أمية هو نفسه من بني أمية، اللي وصى له بخلافة سليمان عبد الملك، وقال كلمة عجيبة لما أراد أن يكتب وصية لعمر، قال: لا أعقدن اليوم عقدا ليس للشيطان فيه نصيب. أوصي بالخلافة من بعد لعمر بن العزيز لأنه كان زاهد ورع صوام قوام. فلما تليت الوصية على عمر بكى بكى ونظر لأحد العلماء كان يظن أنه هو الذي أشرع الخليفة، وفعلا كان هو الذي أشرع الخليفة بهذه الوصية، فقال: فعلتها رجاء، رجاء بن حيوة. ثم قام في الناس قال: أيها الناس، قد علمتم ما كان من أمر الخليفة بالوصية لي، أما وقد آلت الخلافة بالوصية إلي فقد جعلتها لكم، فاختاروا أنتم من شئتم لكم خليفة، اختار من شئتم لكم خليفة. قالوا: رضينا بك ابن عزيز خليفة. فكانت بيعة وليست إرث ولا تركة بالنسبة لعمر.
فلما قال رضينا بك خليفة وضع في حرج. طب يعمل ايه؟ نزل من على المنبر قال علي بالقرطاس والقلم. قرطاس وقلم؟ انت لسه رفض الخلافة مستعجل؟ عملت اوامر تعليمات؟ اول اوامر عزل ولمصر، عزل ولافريقيا، رد الجيش الذي ذهب الى بدر. فتعجب القوم، ما الذي حملك على العجله؟ وسأله بالفعل احد العلماء، قال كلكم تعلمون ان ولي مصر ظالم، ظالم ان خالفه احد قتله، فلو قتل نفسا الان وازهق روحها، وجاء القتيل يوم القيامه فساله ربي في عصر من قتلت؟ قال في عصر عمر، فما جوابي على ربي؟ ما جوابي على ربي؟ اللي همه الاخره، كل حساباته ارتبطت بالاخره، لا مجال للدنيا فيه. وكلهم تعلمون ان ولي افريقيا ياكل اموال اليتامى ظلما، فلو اكل الان مال اليتيم فدعا ربه، اين المفر من اجابه الله لدعائه؟ والنبي يقول ليس بين ان اتقوا دعوه المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها فوق السحاب ويقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فلو انتصر الله لدعوة مظلوم منا كيف أدفع عقاب الله عنا؟ إحساس عجيب بالمسؤولية على الأمة. وكلهم تعلمون أن الجيش الذي أرسل إلى بلاد الروم كان رياء وليس فتحا، فإن سألني عن جيش ربي فما جوابي؟ مثال عجيب جدا، نزل مع المنبر متجه لقصره البيت مقر الخلافة، فوجئ بإني البطانة، ودي يعني من أخطر المفسدات البطانة السيئة، البطانة التي حول الخليفة بدأوا عايزين يلتفوا حول عمر حتى يحيطوه بمراداتهم ويحققوا أهواءهم، فعملوا زف فرح وموكب واحتفال، والخليفة الآخر لسه ميت، ما دفن، ما دفن. فخرج من باب المسجد فوجئ بموكب كم كبير من الخيول، وفي وسطها مهرة مميزة جدا وضع عليها سرج على مستوى راقي جدا. قال ما هذا؟ قالوا موكب الخلافة. وما الذي أراه في منتصف فيها؟ قالوا هذه مهرة أعدت للخليفة، إمتى عدوها وإمتى هيئوها وإمتى دزوها، جاهزين لكل الظروف. نسأل الله العفو والعافية، البكاشين كثر في كل عصور. قال كل هذا لي؟ قالوا لك. قال يا مزاحم خادمه، ضم هذا لبيت من المسلمين ولنسير على أقدامنا قبل أن يأكلها الدود، ضم هذا بيت من المسلمين، ضم. وصل القصر فوجئ بان العرش كله تغير والعفش كله تغير، شيل العفش وهات العفش جديد. ما هذا؟ قال له هذا عرش خلاف الجديد. قال هذا لي؟ قالوا لك. قال يا مزاحم ضم هذا لبيت المسلمين وعلينا بالحصير. رجاء بن حي وخرج يقول ويلكم بني اميه، لقد ترك الحر والحرير وقعد لكم على الحصير. ده مش شخص عادي. الشاهد يا اخواني ان رجل كان حريص على الا يعمل الا لله، ولا يعمل الا للحظه العرض على الله. لما تولى الله امره حتى في بيت، انا الان صرت مسؤول عن الامه مش عن شخصي، ذهب لبيته جمع ماله
وعرض على امرأته أن تتبرع بمالها. امرأته أبوها عبد الملك بن مروان خليفة وجدها خليفة ورث. قال يا فاطمة قد علمت ما صار إلينا وما صرنا إليه، والأمة الآن في حاجة لأموالنا، فإن شئت جعلنا المال في بيت المال مال ملك لتقضى به حاجة الأمة. فعن كل هؤلاء سنسأل، فإما المال وإما عمر. لو مش عايز تتبرع بالك توكل على الله. قال دعني أستخير. ثم عادت تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبينا رسولا وبك ابن عبد المزبعنا، خذ من بالي ما شئت وضع في ما شئت. جمع ماله مال المرأة وضع في بيت مال لحل مشاكل الأم. الترتيب العجيب هذا سبحان ربي، ماله الذي هو ملكه لم يأخذه من الخلافة، واللي بحط نفسه في الموضع ده عايز ولا بدي؟ كله عايز يا ابويا، ما فيش على حسب، كله عايز إلا من رحم ربك، ده الاستثناء النادر. فعمر وضع ما عنده في بيت المال لتحل أزمة الأمة. الناس لما رأوا خليفة المسلمين فعل هذا ماذا انتظر؟ الناس على دين ملوك، على دين ملوكهم يقينا. حتى إنه وصل لمرحلة علم الناس الزهادة، فالفقير استغنى بما آتاه الله مع قلته، والغني حرص على العطاء. تحولت الأمة في وقت وجيز جدا جدا. كم كان عمر بن العزيز خليفة؟ عامين ونصف إلا ستة أيام، يعني عامين وخمسة أشهر واربعة وعشرين يوم. جمع فيها الزكاة وضعف بيت المال وعرض على الناس من له حاجة لبيت المال يأتي يأخذ حاجته، اللي محتاج يأتي. الناس من شدة الاستغناء عز من ذهب يطلب مال، تبقت زكاة في بيت المال هيخزنها. قال من كان عليه دين، وبمدود زكاة الغارمين، من كان عليه دين فسداد دينهم بيت من المسلمين، سدد الديون زادت الزكاة. ها قال من أراد من العبيد أن تعتق رقبته فعتق الرقبة من بيت المسلمين، حر العبيد وفي الرقاب، زادت الزكاة. قال من أراد الزواج فزواجهم بيت من المسلمين، الشباب كله يفرح يتمنى لو كان في عصر عمر. كل هذا إخواننا في عامين ونصف، عامين ونصف، مش خطة خمسية وخطة عشرية وخطة عشرينية. يقول لك لا ما فيش خطة عشرين ثلاثين ولا عشرين خمسين. قديما قالوا كان واحد غني في عصر جحا فبيقول مين اللي علم الحمار؟ والي وغني. قال اللي علم الحمار الكلام هادينه مكافأة، لكن إن كذب هقتله. جحا قال له أنا الدين مول عشر سنين وأنا أعلمه لك الكلام. فالناس تعجبوا، الله هتعلم الحمار كلام؟ قال له عشر سنين أنا حاكل وأشرب على حسب الحمار، ها؟ وخلى عشر سنين يا حموت أنا يا هموت الملك يا هموت الحمار. نسأل الله العفو والعافية. احنا في عالم عجيب. الشاهد يا إخواني أن الرجل
لما صدق مع ربه كان حاله عجيب، أعطى كل هذا العطاء ويوم يموت تركته التي خلفها 17 درهم، 50 دولار، والدولة تحته لا تغيب الشمس عنها، ثروات بلا حدود. لكن ثروات الله وأموال الله العامة، بل أمواله جعلها من الأموال العامة، وأخذ كل هذا الأمة. فسألوا سؤال عجيب جدا، بعض العلماء قال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، هل لا تركت شيئا لأولادك يرثوه؟ ده الشاهد. قال: أولادي أحد اثنين، واحد من اثنين، إما صالحين والله يتولى الصالحين. القاعدة هي، ده فهم عمر على الآية، إما صالحين فالله يتولى الصالحين، هيتولاهم يقينا، هذه قاعدة، لن يضيع الله عبدا أخلص الله دينه، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المصلحين أبدا، ها؟ فالله يتولى الصالحين. وإما عصاه، الحالة الثانية، فلا أعطي مال الله لعاصي فيستعين به على معصية ربي. يقول لراوي القصة مالك بن أنس: فوالذي نفس بيده، لقد رأيت بعد موت عمر أحد أبناء عمر يجهز جيشا للمسلمين من ماله الحلال، فالله يتولى الصالحين. هذه قاعدة، ورب العباد وضعها حتى نعمل بها. سيدنا أبو حازم صحابي، لما حضرت المنية لم يجدوا في بيت مال، طلع كل مال له، فقالوا: هل تركت شيئا لولدك يرثوه؟ قال: أنفقت مالي، ادخرت مالي عند ربي، ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأبنائي. أنا أخرجت المال لله، ورب العباد سيتكفل بأولادي، لن يضيعهم، لن يضيعهم. أنا قلت هم عبادي، فهل جزاء الإحسان الإحسان؟ رب العباد جعلها قاعدة، ما أحسن عبد بين يدي الله ولم يحسن الله إليه أضعاف ما أحسن. هذا معنى يا إخواني خطير جدا، لكن الناس تقيس بالأسباب بس. الذي اتقى الله عز وجل لا يرزق بالأسباب وحده، بل بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب. لذا يقول تعالى: وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه؟ إيه معنى من حيث لا يحتسب؟ ما نحتسبه السبب، وده بيرزق به كل البشر، كل من أخذ بالأسباب رب العباد يعطيه على قدر السبب الذي أخذ به. اللي اتخذ أسباب الغنى أعطيه الغنى، اتخذ أسباب أن يرضى بالقليل هاته القليل، كل ما أخذ بسبب أعطيه. المؤمن لا يعطى، لا يرزق بالسبب واحد، يرزق بالسبب وبغير السبب وبضد السبب. بغير السبب وضد السبب هو ده من حيث لا يحتسب. يبقى يرزقه الله من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. يبقى ليه مصدر ولا ثلاثة؟ كل البشرية لها مصدر للرزق، والتقي له ثلاثة مصادر. وصل المعنى؟ يبقى يرزقه الله بالسبب وبغير السبب وبضد السبب، وده معنى من حيث لا يحتسب. لابد أن ندرك هذه الحقائق. فهل يستوي من تولاه الله ورزقه بالسبب وغير السبب وضد السبب مع غيره؟ ها؟ احنا كنا نقرأ سورة البقرة، القصة التي نسبت لها البقرة كانت من هذه النوعية. عبد صالح، صالح أخلص الله دينه واكتسب بالحلال، ومن الله عليه بطفل رضيع وحضرته المني وكل ما يملكه من مال بقرة. أين يذهب الطفل الصغير؟ قال: اللهم إني استودعتك ولدي واستودعتك بقرتي لولدي.
كانت البقرة تدر لبنا من حيث لا تحمل ولا تلد، تدر لبن وتنام أمام الطفل يرضع حتى كبر. لما كبر وأراد الله أن يكتب له الغناء قهر أهل العناد، قهر نبي الله موسى يقول لما يعني استشاروه وأرادوا أن يعني يكذبوه قتل لهم القتيل، قال لابد أن تخبرنا من القاتل. فلكي يفضحهم رب العباد أمره أمر عجيب، قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة على وجه الأرض كان تجزئه، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يعاقب أهل العناد من أنفسه، رفضوا يذبحوا بقر، عايزين أوصاف مخصوصة. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، اطلب ربنا يدينا أوصاف للبقر. طب ما كانت أي بقرة تلز ولا مفتوح أبد، لازم أوصاف محددة. قال إن الله قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، لا كبيرة ولا صغيرة، يعني كندوز وسط صغير في النص، لا فارض ولا بكر. طب نذبح أي بقرة لا فارض ولا بكر؟ مفيش. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، تعملوا بلونه، لازم لونها ايه وحدد لنا اللون. طيب عايزين اللون، كان اي بقره لا فرض بكر تجزئ، الان لا فرض ولا بكر ولا بد ان تكون صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، فضاقت الدائرة عليه. طيب اذبح في كذا بقره موجود؟ ابدا. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه عليه وإنا إن شاء الله مهتدون. فحصر الله في البقر كل بقرة واحدة بس، قال إنها يقول إنها بقرة لا ذلول، يبقى لا فارض ولا بكر، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لا ذلول ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيه. يبحث عن بقرة بكل هذه الأوصاف، لم يجدوا إلا بقرة الطفل ده. رب العباد حصر الأوصاف كلها فيها، راحوا له لن يتم النسك ده إلا بالبقرة بتاعتك دي، اتباعها لنا بكام؟ قال له ما شبحها، دي ورثها من أبويا، دي بركة، والله يتولى الصالحين، يهديك يرضيك. طب خد 5 أضعاف ثمنها، أبدا. طب 10، أبدا. طب 20، أبدا. طب حنزها لك ذهب. فوافق على بيعها بوزنها ذهبا، ذهبا، وصل المعنى؟ يبقى تولى الله الصالحين وتولى الصالحين، سايب بقرة واستودعها ربه، صارت في يد ولده بقرة ذهب، حاجة جماعة التجار الموضوع ده بيلعب في الأدمغة كتير، من بقرة لحم ودم لبقرة ذهب بوزنها، ذلك التقدير العزيز العليم. إذن لما يقول والله يتولى الصالحين، كيف يتولى هذه اللي تسأل عنها؟ لأن الله بيده الأسباب وبيده أن ينجز ما أراد بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب وبضد الأسباب، هذه أرزاق رب العباد يسوقها لمن شاء كيف شاء في أي وقت شاء. احنا نسوق هذه المعنى حتى ندرك أن ترتيب الله فوق كل ترتيب، أخوان فوق كل ترتيب، يعني لسه يمكن آية حصلة قريب في غزة، إخوة بيحكوا لي واحد أصيب وساعة احتضاره أخ قاعد على راسه يقول أشهد أن لا، يلقن الشهادة مش راضي ينطق، لم يزل به حتى قالها، قال أشهد أن لا إله إلا الله وفضت روحه. أمه جاية تجري قال لها أبشري
ابنك قال الشهادة ومات عليه، تقول له بالله؟ قال لها بالله، قال الشهادة. بكت، قالت هذا ولد أصم وأخرس وما تكلم طيلة حياتي. أصم وأخرس، كيف أنطقه الله هذه الكلمة في هذه اللحظة؟ إخواننا الأمور بيد الله وحده، بيد الله وحده، والترتيب ترتيبه والتدبير تدبيره، لابد أن ندرك. فلما أقول والله والله يتولى الصالحين، هذه قاعدة الذي وضعها العليم الخبير. إذا ما من صالح على وجه الأرض إلا والله يتولى أمره، يتولى أمره في كل شيء، حتى نسارع لندخل في كنف الله عز وجل وفي طاعته، حتى يتولى هو التدبير، تدبير أمرنا وتدبير حياتنا وتدبير شؤوننا. وده اللي الحقيقة الصحابة فهموه وعاشوه. أبو بكر الصديق هو ليه بس عاش هذا المعنى؟ لما يطلب منه النبي التبرع، أبو بكر في الجاهلية كان مليونير، أسلم وهو على غناه، يطلب منه التبرع فيأتي بجميع ثروته بين يدي رسول الله، برع بكل مال، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ماذا أبقيت لأبنائك؟ إذا تبرأت بكل مالك، ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. خلي بالكم، سيدنا عمر في الواقع دي يحكي موقف عجيب، يقول: لما طلب النبي من التبرع نظرت فوجدت عندي مال، فقلت اليوم أسبق أبو بكر، فسارعت إلى بيتي فجمعت كل مالي وشطرته شطرين، وجئت بأحسن شطريه إلى رسول الله فوضعته بين يديه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله. ثم سألت من حولي: ما صنع الصديق؟ قالوا: جاء قبلك. قلت: ما فعل؟ قالوا: جاء بماله كله. فسأله النبي مثل ما سألك: ماذا أبقيت لأبنائك؟ قال: أبقيت لهم الله رسوله. فبكى عمر، قال: حتى هذه؟ تبرع بنص ماله برضه ما سبق أبو بكر. الشاهد يا إخواني، بحثت سن أبو بكر كم ولد كان عنده؟ ها؟ 19 وأربع زوجات. كيف أقنع الكل أن يتبرع بماله كله ويبدأ من الصفر؟ فيكم بطل يعرف يعملها مع امرأة واحدة؟ مع عيل ما ياله؟ كان اتجوز أربعة. أبو بكر، أبو بكر تزوج في حياته 9. لو كان بطل صحيح كان اتجوز أربعة. سيدنا أبو بكر، بعدين هذه يقول ابن الجوزي هذه من الموافقات العجيبة، عدد زوجات سيدنا أبو بكر 9 في حياته، عدد زوجات سيدنا عمر 9، عدد زوجات سيدنا عثمان 9، عدد زوجات سيدنا علي 9. الخلفاء الأربعة. شاهد يا إخواني كيف أقنع نساءه وأبناءه أن يخرج الله ماله كله ويبدأ من الصفر، ويبدأ من الصفر ويغنيه الله عز وجل، ويطلب منه تبرع مرة ثانية فتبرع بكل ثروته مرة ثانية. في حياة النبي بعد الهجرة فعلها 4 مرات، في كل مرة يتبرع بماله ويبدأ من الصفر، ربنا يغنيه يبقى مليون مرة أخرى، يتبرع بماله ويبدأ من الصفر، مش مرة، 4 مرات في 10 سنوات. شيء عجيب، لأنه على يقين بقوله تعالى الذي وضعه قاعدة للبشرية: والله يتولى الصالحين، والله يتولى. هذه قواعد يجب أن تستقل في أذهان أهل الإيمان، لا تغيب عنا لحظة. كلما أصلحنا لله أعمالنا كلما جاءنا عطاء الله عن واسع، بالسبب وبغير السبب وبضد السبب.
وضحت؟ وما من أحد أخلص الله وتوكل على الله عز وجل إلا وكان هذا مصيره مع ربه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه في كل شيء، كافيه في كل شيء. حتى ندرك هذا المعنى الذي أراده الله أن يتعلمه خلقه ليعيشوا مع وعده. فوالله لا يخلف وعده. ثم وضع قاعدة أخرى في الأخلاق الحقيقة، الوقت يكفي، عايز شرح طويل. وضع قاعدة في الأخلاق فيها يقول تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. هذه الآية كما يقول السلف، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره، هذه الآية جمع الله فيها كل قواعد وأصول علم الأخلاق في الحياة. آية واحدة، كل قواعد وأصول علم الأخلاق. بل ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن زبير يقولوا هذه الآية في الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وحتى نبينها نوضح أن الإنسان له ثلاثة أحوال في أخلاقه لا رابع لها: إما له خلق موهوب، موهوب عطاؤه فيه أضعف غيره، ولا يخلو بشر من خلق موهوب، ما في إنسان إلا وله خلق موهوب، ولا يخلو بشر في المقابل من خلق معيوب هو فيه دون الناس، ما في أحد كامل، الكمال لله وحده، والعصمة الأنبياء وحدهم، ولا عصمة لأحد غيره. فكل إنسان هنجد فيه يقينا خلق موهوب، هنجد فيه يقينا خلق معيوب. خلق موهوب فوق الناس، خلق معيوب هو دون الناس، أخلاق هو فيها كسائر الناس، وهذا يسمى خلق معروف أو يسمى العرف. كل إنسان منا له هذه الأحوال الثلاثة، كيف نتعامل مع كل حالة؟ الآية جمعت الثلاثة أحوال. كيف نتعامل مع موهبة الموهوب، ومع عيب المعيوب، ومع العرف عند من لزم العرف؟ ما تركت هذه الآية حالة عند الإنسان لم تطع لها أحكام. وضحت؟ زوجتك، أولادك، رئيسك، مرؤوسك، كل من تتعامل معه له الأحوال الثلاثة. أمرنا بالتنقيب على أخلاق هؤلاء لنرى أين الموهبة حتى نتعامل معها تعاملنا مع المواهب، ولنرى عيب حتى نتعامل معه معاملتنا مع المعايب، ولنرى المعروف حتى نعامله بالمعروف. الذي لم يدرس هذه الآية لا يعرف كيف يتعامل مع الخلق. وبدأها تعالى بكلمتين، ها، خذ العفو. العفو طبعا أغلبنا فهم العفو الصفح عند الخصوبة، أليس كذلك؟ لا، العفو هنا الزيادة على أصلها في اللغة، والقرآن استخدمها، قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، في عفو في النفقة، أيوة العفو الزيادة، الزيادة ليس الصفح، وهنا جاءت بمعنى الزيادة. فنقول خذ العفو، هذه قاعدة لتنمية مواهب كل إنسان، أمر من الله لنا لنبحث عن موهبة كل موهوب. زوجتي، أولادي، واحد واحد، أين الموهبة التي عنده أنميها فيه؟ خذ
خذوا هذه الموهبة نموها حتى يرتقي بها صاحبها ليعطي وحده من خلالها عطاء أمة يغني بها الأمة. والحقيقة ده منهج تربوي خطير لا مثيل له، لا مثيل له. البشرية الآن بتحبه، نتكلم على المواهب لكن على فهمين المواهب دي عند بعض الناس بس. الموهبة لا يخلو منها بشر لكنها تتنوع، كل واحد موهبته في اتجاه، فمطلوب أن نبحث عن موهبة كل موهوب لننميها فيه حتى يرتقي من خلالها، لأن عنده القدرة وعنده الطاقة وعنده الهمة والعزيمة والإرادة في هذا الباب التي تجعله يعطي وحده من خلال الخلق الموهوب عطاء أمة، فيصبح وحده بهذا الخلق أمة. فلا يعيش إنسان مسلم على وجه الأرض همل وليس له في البشر أثر. لما يكون عنده خلق موهوب يعطي فيه عطاء أمة سيغني به الأمة، سيصل أثره لكل الناس. هذا معنى خطير جدا جدا جدا، بحيث يصبح له ذكر في العالمين. إن ذكرت هذه الموهبة كل الدنيا تذكر، كل الدنيا تعرف قدره، كل الدنيا تعرف موهبته. وهذا ما فعله النبي مع أصحابه، كيف نمى مواهب كل موهوب. ولذلك لما مدح أصحابه ما مدحهم بالكمال، لأن كمال لله، ولا بالإسم الأسماء الأنبياء، لكن مدح كل صحاب موهبته. لما تحدث عن أصحابه قال أرأف أمتي بأمة أبو بكر، أرأف أمتي بأمتي، يعني رأفة الصديق تصل لكل الأمة وتعدل الرأفة عند كل الأمة، يبقى صار بالرأفة وحدها أمة. أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، فالرأفة عند الصديق تعدل الأمة بأسرها. وأقواهم في الحق عمر، يبقى قوة عمر في الحق تعدل الأمة بأكملها بأكملها. لذا جاءت النصوص تعيد هذا. حديث حذيفة ثابت في الصحيح، قال كنا جلوسا عند عمر فقال أيكم يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة قلت أنا يا أمير المؤمنين. قال حدثني. قال فتنة الرجل في ماله ونفسه وأهله تكفرها الذنوب الصلاة والصيام الصدقة. قال يا حذيف لست عن هذا أسألك، إنما أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر. قال قلت يا أمير المؤمنين إن بينك وبينها باب. فقال عمر أيفتح أم يكسر؟ قال بل يكسر. قال إذن لن يغلق أبدا. فقال الصحابة حذيفة أكان عمر يعرف من الباب؟ قال نعم، لأنه هو الباب. قال نعم يعرف أنه هو الباب، كما يعرف أن اليوم دون غد، كما يعرف النهاردة قبل بكرة، هو الباب. فتنة تقع عمر حي؟ أبدا. لما انتشر الإسلام وكان أشهر القادة في نشر الإسلام وتحريك جيش المسلمين خالد، كثير ممن دخلوا في الإسلام حديثا الجهاد ما بيكون يعني توجيه عسكري، أبدا، كان تبرع تطوع. فكل من يسلم سامع أن جيش خالد منتصر على طول. سيدنا خالد إخواننا غزا كما يحكي هو 55 غزوة انتصر فيها كلها،
فحديث العهد بالإسلام قال لك خليك على خالد، جبهة وراها فتحات وغنائم وفلوس جاية، ولسه داخل الإسلام الجديد ده همه إيه؟ المصلحة، كعادة أهل الجاهلية. فورا خالد كله بيربح، وخاصة أن فيه قبائل في العرب من غير معاناة لسمعة خالد كان يسألوا من قائد الجيش القادم، إن قالوا خالد قالوا أسلمنا، مجرد ذكر اسم أسلمنا. فطبعا كل اللي داخل الإسلام رايح فين؟ على جبهة خالد. طب وتغلق كل الجبهات إلا جبهة خالد؟ فسيدنا عمر رأى افتتان الناس الشديد بخالد، فاتخذ قرار قاسي جدا على نفسه بعزل خالد، وولى عليه من؟ أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة 11 مشمل، وكان هو نائب خالد في فتح دمشق، وولاه القيادة ودمشق على وشك الفتح تنتهي خلاص، أوشك النصر أن يتم وأن تفتح دمشق. فلما أرسل رسالة لأبي عبيدة إن بلغتك رسالة هذه، فتولى أنت قيادة الجيش واستعن بخالد ما تسيبوش. لكن الصحابة صحابة يا أخوانا، أبو عبيدة أمين الأمة، وفيه خصه النبي هذه الموهبة، قال ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. لو أي أحد مكانه ودمشق عازك الفتح خلاص، ودي كانت عاصمة الروم، كان هيفرح موت، هيوسف النصر إليه وهو نائبه ومشارك معهم من أول معركة، يعني ما نزع عليه باراشوت أبدا. لكن أبو عبيدة أبى أن يريه رسالة خليفة المسلمين حتى تم النصر، ثم قال يا خالد والله ما لي بالقيادة عليك من حاجة، ولولا أن طاعة أمير المؤمنين واجبة ما أبلغتك أمره، فأطلع على رسالة عمر. طب إيه اللي خلاه تأخر؟ حتى لا ينسب إليه نصر بدأه خالد. إيه دول؟ ما هذا؟ أخلاق، أخلاق عجيبة لا مثيل لها. ده هو النائب بتاعه، يعني النسب إليه حقه، لكن أبى. خالد لما قرأ رسالة قبلها فرحا وطربا، بدل ما هو مسؤول عن الجيش أصبح مسؤول عن نفسه. تخيل القائد الأعلى للقوات المسلحة لما تنزع من كتفه نجمة تفت شالت بس هيموت فيها، لكن يتحول من قائد أعلى قوات مسلحة لجندي مجند، شيء عجيب. فحديث العهد بالإسلام لما سمع الخبر التفح لخالد، قال يا خالد قم إنها الفتنة، قم ونحن معك، يعني اعمل انقلاب عسكري ونحن معك. بكى قال ويحكم، انتوا بتهزروا، ويحكم فتنة وابن الخطاب حي؟ لا والله. فقوة عمر في الحق كان لها أثر، الدنيا كلها رأت، الدنيا كلها علمت القاصي والداني وأقوام في الحق عمر. فقوة عمر في الحق ما كانت تبارى، ولذلك كان لا يحابي أحد أيا كان موقعه. لما ولى سيدنا أبو هريرة ولاية، فقبل ما يمسك حصر تركته، عدى سنة عمل له مسح لل كشف حساب باللي حصل معك إيه، لا عنده نعل زيادة دوز زيزم. قال من أين لك هذا؟ سيدنا أبو هريرة يفكر جت من فين؟
على البينة وإلا الحد على ظهرك. فافتكر أنه غنمها في معركة معارك قال في غزوة كذا غنمتها. فلما جاء بالبينة قال خلاص نجوت. قال وأنت لك الإمارة ددتها إليك وليها من شئت فلا حاجة لي بحدك على ظهري. خلاص لا يجامل. هو عمر وأقواهم في الحق عمر. ثم قال وأشد حياء عثمان. حياء عثمان موهبته فاقت الأمة حتى إن أم عائشة تقول كان النبي جالسا في حجرتي فاستأذن أبو بكر والنبي جالس كاشف عن ساقيه ساقيه فقط. فجاء أبو بكر فاستأذن فأذن له وهو جالس على حاله. ثم جاء عمر فاستأذن فأذن له وهو جالس على حاله. فجاء عثمان فاستأذن فأذن له وشد إزاره على ساقه خب ساقه. فسألته لما فعلت ذلك رسول الله؟ قال يا عائشة أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ خلاص. إذن كل صحابي له موهبته. موهبة سيدنا عثمان كانت في الحياة. قال وأقضاهم علي أعظمهم فضل المنازعات علي. المشاكل اللي تستعصي على أي قاضي عند حلي لها عند علي لها حل. حتى سيدنا عمر نفسه رغم عدل عمر كان إذا أعضلته مسألة يقول معضلة ولا أبا الحسن لها. حتى صار هذا مثل يضرب أي معضلة لا يجد لها حل يقول معضلة ولا أبا الحسن لها. فصار مثل يضرب حتى بعد حياة عمر في الأمة معضلة ولا أبا الحسن لها. بل كان عمر يدعو الله يقول اللهم لا تبقني في بلدة ليس في أبا الحسن. حلال مشاكل. موهبة موهبة. إذا ندرك مطلوب تنمية موهبة كل موهوب. خذ العفو. كل واحد فينا مطالب أن يبحث في مرأته أين موهبتها. واحد موهبته موهبة امرأته في الخدمة أستاذ في الخدمة. واحد موهبة امرأته أستاذ في الطبيخ. واحد موهبة امرأته في تربية الأولاد. واحد موهبة زوجته في حسن العشرة. الذي عنده موهبة تنمى حتى تستفيد وتفيد من حولها من الأمة. وكذلك أولادك هتجد ولد موهوب في الرسم، ولد موهوب في الحفظ، ولد موهوب في الفكر. مطلوب تنمية موهبته. للأسف الشديد ضيعنا مواهب أجيال مع أن هذا الأمر لنا بالوجوب. خذ العفو. هذا الجانب لوحده اللي ذكر الله ما حوله بس قاعدة وقانون في كلمتين خذ العفو. لو طبقنا هذه ما سبقتنا أمة. كل الحضارات اللي قامت على هذه بس على هذه على جزء من هذه. لما نستنكر الحضارات كل الحضارات التي قامت على الموهوبين. لو أن رأس الدولة استفاد بموهبة الموهوبين في النحت بنى حضارة في النحت إبداع. لو استفاد بمواهب الموهوبين في الصناعة بنى حضارة صناعية. لو استفاد موهبة الموهوبين في الاتصالات بنى موهبة في الاتصالات ثروة ثورة. وقص على هذا فما بالك ورب العباد يقول خذ العفو. مطلوبة من كل واحد أن نبحث عن موهبته فننميها. يبقى هننمي الأمة في جانب، هنبني حضارة في جانب، ولا بنبني الإنسان الذي تبنى به كل حضارات. وده الفارق بين حضارة الإسلام وما سمي من غيرها حضارة. الحقيقة أن هذه مسميات في غير موضعها. كل الحضارة اللي قامت حضارة مادية. حضارة الإسلام حضارة لتنمية الإنسان ومواهب الإنسان ليرتقي الإنسان بالإنسان. وده اللي خلى جيل الصحابة جيل فريد لا مثيل له لم يتكرر.
لم يتكرر كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، يقول لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم يقترب منهم. ويقول ابن القيم كان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبذ، وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره، لا يلحق غباره، جيل المواهب. باختصار شديد معنى خذ العفو، مطلوب أن يتحول كل مسلم لمبدأ، لمكتشف، لعالم في باب من الأبواب، لمعلم في باب من الأبواب. هذا معنى خطير جدا جدا جدا. فتخيل لو أن هذا الجزء من واحد فقط نفذته الأمة، ما سبقتها على وجه الأرض أمة، ما سبقتها أم في كلمتين. خذ العفو، خذ العفو، ولا الوقت خلاص خلص، ولو رضيق الوقت لشرحت كيف استفاد النبي أو كيف اكتشف الموهوبين وكيف نماها. ده كان كل صحابي يدخل في الإسلام مجرد ما يدخل يتابعه، بس اكتشف الموهبة يديله الكلمة اللي تنميها. خالد نفسه كان موهبة، ما اكتشفت موهبته عمره كله قبل الإسلام، اكتشف النبي في أول سنة يحضر، سنة مؤت. سيدنا خالد خرج في سنة مؤت بعد إسلامه، أسلم بعد الحديبية قبل عام الفتح. فلما جاء أول سرية طلعت كان سيد مؤت طلع فيها، كان طالع فيها إيه؟ قائد جندي مجند. الرسول حدد ثلاثة قائد ليس منهم خالد، قال ليحمل الرأي زيد بن حارث، فإن قتل فجعفر بن طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختار من شئت لكم قائد. ولما يقول النبي فإن قتل، الصحابة يفهم منها أنه الشهادة، أنها الشهادة. خرج الثلاثة القادة وأعلموا أنها الشهادة، وبالفعل استشهد الثلاثة. هم خرجوا أصلا لقتال الروم، ده خرجوا لتأديب قبيلة قتلت رسول الله اللي يحمل كتابه إلى عظيم بصر، فخرجوا لأدب قبيلة 3000 صحابة، عدد مش قليل. لكن فوجئوا بأن الروم جمعوا لهم جيش أقل تقدير قيل فيه 260,000 مقاتل مدجين بسلاح في مجلس 3000، وثبتوا أمامهم 7 أيام، 6 أيام كل يوم مع قائد، قاد الجيش زيد يومين بثبت، زيد بن حارث، زيد بن حارث، ثم جعفر بن طالب يومان، ثم عبد الله بن رواحة يومان. لما قتل الثلاثة القادة في اليوم السادس، سيدنا خالد كان أول ظهور له، قال أيها الناس لقد قتل القادة الثلاثة الذين ولاهم رسول الله، والجيش بلا قائد كالغنم بلا راع، تهيموا على كل وجه، فاختاروا من شئتم لكم اليوم قائدا، وحتى لا تختلفوا ليقودكم اليوم رجل وغيره غدا، عشان ما اختلفش ممكن واحد يقودنا اليوم والتاني غدا. فالصحابة قالوا رضينا بك اليوم يا خالد قائدا، تولى انت القيادة النهاردة. ده كان أول ظهور لخالد في القيادة في الإسلام. وصلت؟ عمل إيه؟ استلم الجيش المغرب، لم يأت عليه مغرب ثاني يوم حتى أنهى المعركة، ثم 24 ساعة أنهى المعركة. بالليل غير الجيش كله، جعل الميمنة ميسر والميسرة ميمنة، والظهر البطن والبطن ظهر، وأخذ جزء من الجيش رغم قلته أمام جيش الروم، وجعلهم خلف أول جبل خلف جيش ذو المسلمين، أنتوا تجلسوا خلف الجبل، ومطلوب الآتي:
تقرأ القرآن كلما ختمت بخمسين آية واحد منكم ينضم للجيش، وهو جاي يغبر بس ويكبر، وانتوا خلف الجبل تغبر وتكبر، والجيش معكم يغبر ويكبر. وصلت؟ جالسين خلف الجبل المجموعة اللي جلسة كل خمسين آية واحد ينضم الجيش ويغبر ويكبر. الروم ستة أيام أمام نفس الجيش، واللي بيبارز بارز نفس الشخص. لما قاموا في صفحة اليوم السابع كل واحد يبص قدامه لقى شخص غير شخص وشكل غير الشكل اللي اعتاده ستة أيام. يسأل اللي حوله اللي قدامك هو بتاع الأمس، يقول له أبدا. طب وإنت؟ لا. الله. طب 3000 دواخونا ستة أيام لما يجي لهم مدد يبقى إيه اللي يحصل؟ فبدأوا ينجنوا، لك الله ده قال لهم مدد، قال لهم مدد. بعدين إيه؟ تلت ساعة وتكبير وتكبير، ده مدد كمان، وتلت ساعة وتكبير وتكبير، مدد كمان، هينجنوا من الخوف والرعب. هم اللي انسحبوا. احنا 3000 دواخونا، فبالك لما يجي لهم مدد كمان، ومدد ومدد ومدد، كل شويه مدد مدد وتكبير 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 وتكبير. سيدنا خالد قرأ المشهد واستطاع يتعامل معه بهذه الدقه العجيبه المتناهيه اللي لا تخطر بال احد، مش اي انسان يفكر تفكير خالد، ولا فكر ياخذ من الجيش رغم خلته. الشاهد يا اخواني لما امن الجيش وان الروم لن يصل اليهم وهيرجع بهم سالمين، عاد الى المدينه. حصلت المعركة كم؟ لم يقتل في هذا الأسبوع من المسلمين إلا 12 رجل، منهم الثالث القاتل. كم حصلت القتلى من الروم؟ اللي قتلهم خالد لوحده في الأسبوع 5000. سيفه ما كانش بيهزر، رايح يقطع شغال، هو رايح وجاي. السيوف نفسها في يده أنت في هذه المعركة، كسر في يد خالد 9 سيوف. فلما رجع المدينة الصحابة اللي في المدينة اعتبروا انسحاب سيدنا خالد ده خطأ كبير، فأخذوا يحسوا التراب في وجه الصحابة القادمين من الجيش ويقول أنتم الفرار. قال النبي لا تفعلوا، بل هم الكرار. ثم وجه حديثه لخالد، قال يا خالد أنت سيف استله الله على المشركين. يبقى حدد موهبته من موقف، من موقف أنت سيف استله الله على المشركين. بعدها خالد انطلق الخمسة وخمسين غزوة، دي أول سرية، 55 غزوة غزاه انتصر فيها كلها، لدرجة كان الروم بعد المعركة دي هم نفسهم اللي عملوا الدعاية في جزيرة العرب كلها، إلا خالد إلا خالد، لغاية ما خلوا العرب في رعب شديد من خالد. أي قبيلة يقول لهم مين قادم؟ خالد، أسلمنا من غير قتال. هم اللي عملوا دعاية. آخر الغزوات كانت غزوة اليرموك، مجرد ما انضم سيدنا خالد للجيش الروم قالوا خالد يريد دماءنا، فروا، سمى معركة فر لمجرد انضمام خالد. أنا أحكي هذا حتى ندرك، ندرك أثر هذه الموهبة لما نميت في خالد، كان أثرها عجيب عجيب. وللآن هذه الموهبة اللي أعطاها الله لخالد تدرس للأسف عند غيرنا في غير بلد المسلمين. أي قائد عسكري يعرف أن عشان غير خطة الحرب والمعركة دائرة، الموضوع ده يحتاج منا لشهور وتخطيط. طب هنعمل ايه في كتيبة المشاة؟ هنعمل ايه في الدبابات؟ هنعمل ايه في المدفعية؟ هنعمل ايه في فريق الفلان فريق الفلاني؟ عشان لا يختل ميزان فريق فضيع ينتهي في المعركة. خالد موهبته في انه كان يغير خطة الحرب والمعركة دائرة 30 مرة لا يختل منه ميزان اي وحدة في الجيش. فيدي ازاي يوصل لهذه المرحلة؟ وازاي يستطيع ان يفعل هذا؟ انت سيف استله على المشركين. بل لاحد علماء السلف تعقيب عجيب يقول وابى الله ان يموت خالد الا على فراشه،
رغم كل الإصابات اللي أصيبها. هو نفسه لما مات حضرت المنبرية بكى وقال غزوت 55 غزوة ليس في جسدي مضغة إلا وبها ضرب بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. العلماء، العالم هذا من العلماء الكبار الله يرحمه رحمة واسعة، يقول وأراد الله أن يموت خالد على فراشه حتى لا يقول قائل كسر سيف الله. الرسول سماه سيف الله، فأبى الله عز وجل إلا أن يموت ولا يكسر، لا يكسر. وهذا درس للأمة كلها حتى نتعلم أن من أخطر ما نحتاج إليه موهبة الموهوبين. دي أخطر قوة في الأمة، إن ضاعت ضاعت أعظم ثروة في الأمة. كم في بلاد المسلمين الآن من يهتم بالمواهب؟ للأسف الشديد كثير مواهب أبنائنا يستفيد بها أعداؤنا، يستفيد بها أعداؤنا. كم من إنسان لما يفر من بلاد المسلمين يجد من يحتضن موهبته وينميها فيه فيصبح من أخطر علماء البشرية، وما استفادت الأمة منه بشيء. كارثة كارثة حرماننا من هذه الآية. خذ العفو، الوقت انتهى. كان نفسي أشرح بقية الآية لأن فيها قواعد تفصيلية. أكتفي بهذا، جزاكم الله خير نفس استماعكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر دينك ومنصر دينك، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل أرضك، اللهم سدد رمية الرمين المسلمين، اللهم صوب رميهم في نحور عدو مع عدوك، اللهم أعد لأمة حبيب محمد قوتها وعزتها وهيبتها ومهابتها وشوكتها وخلافتها الراشدة أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وسائر المسلمين إلى الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم أيدنا بنصرك، وأيدنا بتأييدك، وأيدنا بجند من عندك، أيدنا بجند من ملائكتك، اللهم أيدنا بروح قدس من عندك. اللهم تولى أمرنا ولا تتخلى عنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم حرر بلاد المسلمين من دنس الكفار المشركين. اللهم مكننا أمة الإسلام إلى الحق من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك وإظهار دينك على كل دين. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعل جمعنا مرحومة وتفرقنا بعد معصومة، احقن دماء المسلمين، داوى جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسر المأسرين المعتقلين. اللهم اربط على قلوبهم وأهلهم وذوهم أجمعين. اللهم إله الحق استخدمنا ولا تستبدلنا، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجمع سخطك. اللهم اجعل جمعنا مرحومة واجعل تفرقنا بعد معصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محرومة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلى كرض إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر بنا المسلمين، أرض المسلمين جميعا رب العالمين، من دنس الكفار المشركين. اللهم مكننا من إقامة دينك، اللهم مكننا من إظهار دينك، اللهم مكننا من نصرة دينك، اللهم مكننا من نصرة من نصر دينك. اللهم تولى أمرنا ولا تتخلى عنا، اللهم تولى أمرنا ولا تتخلى عنا. اللهم تقبل منا واغفر لنا ما على ما كان منا. اللهم بلغنا بجودك رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من المقبولين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.